الآن واحد بيقول جاء في احدى رسائل بولس الرسول لي اشتهاء ان انطلق واكون مع المسيح فذاك افضل جدا، ولكن ان ابقى في الجسد هذا الزم من اجلكم. ثم قال بعد ذلك جاهدت الجهاد الحسن واكملت السعي الى اخره. فهل معنى هذا انه اذا انطلق واصبح مع المسيح لا يستطيع شيئا من اجل المؤمنين؟ لا طبعا، يعني لو انطلق وكان مع المسيح يبقى عمله فقط هو الشفاعة، الشفاعة من أجلهم، لكن كونه انه موجود معاهم عملوا الكرازة والتعليم والهداية والرعاية وحاجات كتير خالص. واحد بيقول ما معنى ان السيد المسيح سيسلم الملك للآب؟ يسلم الملك للآب يعني يسلم الكنيسة للآب بصفته رأس هذه الكنيسة، بصفته رأس هذه الكنيسة. فيعني يسلم الملك للآب ويسلم الكنيسة للآب، يعني الكنيسة دلوقتي موجودة في العالم، ممكن أن تصيب وأن تخطئ، ممكن أن تقع وأن تقوم، لكن بعد الدينونة في اليوم الأخير يسلم الملك للآب، يعني الكنيسة تبقى كلها خاضعة للآب خضوعا كاملا بحيث لا توجد خطية فيما بعد، يعني آخر عهد بالخطية بالنسبة للكنيسة. وطبعا في هذا اليوم سيكلل الناس بإكليل البر زي ما بولس الرسول قال في تيموساوس الثانية إصحاح 4، وأخيرا وضع لي إكليل البر الذي يهبه لي في ذلك اليوم الديان العادل، وليس لي فقط بل لكل الذين ينتظرون مجيئه أيضا أو ينتظرون ظهوره أيضا. فأدي تسليم الملك للآب، يعني الكنيسة تبقى ملك الكنيسة هي ملك الآب، لأن أنتم اشتريتم بثمن فلم تعودوا ملك لأنفسكم، فأصبحنا ملك للآب. فدي جزء من ملكوت الآب هو الكنيسة، فيسلمها له. يعني خلاص الكنيسة ما بقتش في العالم تسقط وتقوم، تعصى الله أحيانا وأحيانا تطيعه. واحد يقول هل الاعتراف على يد راهب يحل أم لا يحل وما السبب؟ هو ما دام راهب كاهن يبقى من جهة كهنوته يحل، لكن من جهة ان راهب تملو عقله وذاكرته بخطاياكو اللي هو ابتعد عنها ومات عن العالم، يبقى انتم بتتعبوا مخه. فالمستحسن ان الخطايا البشعة التي تتعب ذهن الراهب يعترفوا بها على اسوس اخرين غير رهبان، ليس من أجل أن كهنوته ليس له سلطان، لا كهنوته له سلطان، لكن الأليق البعد عن أمثال هذه الأمور.
يجي انسان يقول له انا يا ابونا زنيت وعملت وفكرت، ويقعد يملى مخه بافكار وحشه، وتيجي بنت، يعني مفيش داعي للحاجات دي. البعد افضل من اجل صالحه مش من اجل سلطانه. واحده بتقول انا مخطوبه لواحد مش عاوزاه، فكيف اتاقلم معه؟ ما تضمنيش يا بنتي، ما تضمنيش هتتأقلمي ولا تتألمي أو تتأقلمي من ناحية الإقلام اللي هتاخديها يعني. ده يبقى التأقلم اللي على أصوله يعني. بيقول وحاولت كثيرا وفي مشاكل مع أهله، فهل أستمر في الخطوبة أم أتركه أم أعطيه فرصة؟ من رأيي إنك لا تتممي الزواج إطلاقا إلا لو شعرتي إنك تقدري تستريحي معاه وتعيشي معاه عيشة كويسة. طول ما هو في مشاكل في فترة الخطوبة أنت ضامنة، افرض في الزواج بقى أسوأ من هذا. طب ده دلوقتي عايز يتقرب إليك لكي يتمم الزواج، لكن بعد ما تبقي زوجة وعارف ان ما عندناش طلاق لاسباب الخلافات يعني، فجايز يزداد. واذا كانت في مشاكل في فتره الخطوبه امال هتضمني بعد الزواج يبقى في ايه؟ يا بنتي خليكي صريحه مع نفسك وما تضحكيش على روحك. أرسل إلى قداستك يا سيدنا البابا حيرتي في هذا. أولا، ذات يوم قلت يا رب إذا اشتغلت في تخصصي سأقدم نصف أموالي للفقراء. مرة واحدة كده وربنا استجاب لي واشتغلت في تخصصي، ولكن بوظيفة مؤقتة وليست ثابتة، وحتى الآن لم أقدم للرب نصف الأموال ولا حتى العشور. وبعدين بيقول ثانيا، لي الآن أكثر من 3 سنوات لم أتقدم للتناول مع أني أكون مصر على ذلك، وهذا بسبب خجلي من الوقوف أمام أب الاعتراف، وعند دخولي باب الكنيسة أعيط. كاتب أعيط عندما أرى أحد الآباء الكهنة أو أحد الخدام. جايز ربنا اختبرك بالوظيفة المؤقتة يشوفك أمين ولا لا، فلو كنت أمين في القليل كان يقيمك على الكثير. ودي تورينا الناس اللي بيندروا ندرات هم مش قدها، بيندروا ندرات هم مش قدها. ودايما بقول في آية في سفر الجامعة إصحاح 5:5، آية مشهورة بتقول خير لك انك لا تنذر من انك تنذر ولا تفي. لكن واحد يقول ان اشتغلت اقضي نصف اموالي مرة واحدة وبعدين ما يديش حاجة. ارجوكوا لا تتسرعوا في اي متر، لا تتسرعوا في اي متر. وانت يا ابني خليك امين في الندر بتاعك عشان ربنا يساعدك. اهو جربك في حاجة بسيطة، لا كلامك يعني ما بتسلكش فيه بأمانة ولا بجدية ولا بإخلاص. ده اتفاق النادر، ده اتفاق بينك وبين ربنا، تتفق اتفاق مع ربنا وترجع فيه. وكمان بتقول بخجل من أب اعترافي. ما انت بتخجل من أب اعترافك، لازم في حاجات تكسف انت بتعملها. بطل الحاجات اللي تكسف تلاقيك مشيت كويس مع أب اعتراف. واحد بيقول هل داثان وأبيرام وقورح اللي ابتلعتهم الأرض هم أفراد الجان في البدء؟ لأنهم في عهد موسى ابتلعتهم.
اللي ابتلعتهم الارض دول لسه عايشين يعني؟ ده ماتوا، ماتوا مش تحت الارض طبعا، ده اجسادهم تحت الارض زي اي انسان، لكن ارواحهم طبعا في الجحيم. لا لا لا، مفيش حاجات زي دي. واحد بيقول هل كان السيد المسيح موجودا قبل ان يولد من العذراء مريم؟ من الناحية اللاهوتية كان موجودا، موجود قبل كل الدهور. هو قال في انجيل يوحنا قبل ان يكون ابراهيم انا كائن، وقال ايضا في صلاته الطويلة او تأملاته مع الاب في يوحنا 17 قال له مجدني انت ايها الاب عند ذاتك بالمجد الذي كان لي عندك قبل كون العالم. يعني كان موجود قبل كون العالم، بل هو موجود منذ الازل بلاهوته، لان الاقانيم الثلاثة لا تنفصل عن بعضها البعض وموجودة منذ الأزل. واحد بيقول الصلاة الربانية أبانا الذي في السماوات هل هي موجهة للآب أم للابن؟ هي موجهة للآب، لكن الآب ليس منفصلا عن الابن. واحد بيقول هل تحتاج المحبة إلى حكمة؟ المحبة أيضا تحتاج إلى حكمة. ليه بقى؟ يعني ساعات الأم تحب ابنها بحيث تخفي خطاياه أو أخطاءه عن أبوه أو إهماله، أو تحبه محبة أنها تديله فلوس كتير يضيعها في الفساد وتقول كله محبة، وطبعا هذا خطأ. المحبة تحتاج لحكمة، مش معناها ان الام تحب ابنها بطريقة تضره، او مثلا ام تحب ابنها ما تحبش انه يسافر وتكون مصلحته في السفر، او ام تحب ابنها بحيث انها تخاف عليه من سيطرة مراته فتضطهد مراته وهو يكون بيحب مراته ويحب اضطهاد مراته ليه، يعني مش متضايق. او مثلا محبة بدون حكمة ان انسان يحلطان يدافع عنه في خطأه او يساعده في خطأه، زي بعض اللي بينحرفوا عقائديا وناس بيساعدوهم بفلوس وناس بيساعدوهم بتبرير موقفهم، فتكون النتيجة انهم يستمروا في اخطائهم ويضيعوا، بينما المحبة الحقيقية الحكيمة ان ينبهوهم ان ده مش مظبوط. زي مثلا يقول اللي يحب ابنه يأدبه، فالتأديب مش معناها عدم محبة، برضو المحبة تحتاج لحكمة. واحد يحب احد المعلمين او الوعاظ فنتيجة محبته ليه يعتنق جميع افكاره حتى لو كانت افكاره فيها خطأ. محبة لكن من غير حكمة. مفروض ان الانسان تكون محبته بحكمة، حتى لو كنت بتصادق واحد وبتحبه وليه اخطاء مفروض تنبهه ليها لألا يضيع ويموت في خطيته. مين قال المحبة ما تحتاجش الحكمة؟ كل فضيلة من الفضائل تحتاج إلى حكمة، كل فضيلة من الفضائل تحتاج إلى حكمة، بل حتى كلمة المحبة تحتاج إلى تعريف. ما هي المحبة وكيف تكون؟ فمش تحب واحد يعني توافقه على كل حاجة أو تشجعه على كل حاجة أو تدافع عنه في كل حاجة إلى آخره.